السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصلة. كتير مننا ومشاهدينا احتفلوا بعيد الحب برغم أن أغلبيتنا مش عارفين يعني إيه حب. وعشان نتكلم عن الحب يبقى لازم نختار علاقة تبني، علاقة يكون ليها مستقبل، علاقة تبني أجيال. عشان كده حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الحب بين الزوجين وهنعرف يعني إيه مفهوم الحب. ضيف حلقتنا النهارده اللي هنتكلم معاه عن موضوع اللي انا قلت لحضراتكم عليه هو قرات له العديد من المقالات في اكبر الجرائد. هو كاتب صحفي وهو داعيه الاسلامي الاستاذ خالد البليسي. اهلا بحضرتك يا استاذ خالد. اهلا وسهلا استاذه مها، وسعيد ان انا معاكم النهارده، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك استاذ خالد. طبعا بعد اللي انا بقراه لحضرتك ومن خلال كمان المنشورات اللي حضرتك كمان بتنزلها، انا كل الشرف ان انا مع حضرتك وبقرا الحاجات دي. فدايما كلمات حضرتك بتلمس القلب، ومعظم الكلمات بتدخل في العقل كده، لازم نفكر في بعض الكلام منها. عشان كده النهارده عايزه من حضرتك تعرفنا يعني ايه الحب او مفهوم الحب في حياتنا. بداية أنا بحيي حضرتك على اختيار الموضوع، خصوصا في الأيام دي، لأن مفهوم الحب عند كتير من الناس مفهوم للأسف خاطئ أو شبه خاطئ. يعني الحب لا ينحصر في علاقة آسمة أو مشبوهة ما بين شاب أو فتاة وفقط. الحب له يعني قسمين، قسم سفلي أو قسم يعني غير صحيح، وهناك حب علوي وهو الحب في الله ولله. بداية عاوز أقول إن الحب يعني مشاعر نبيلة، مشاعر راقية، مشاعر نقية، مشاعر يعني تهذب من ضمائر الناس في كل مكان وفي كل زمان. مشاعر الحب مشاعر لا تنتهي بموت الإنسان. مشاعر الحب لا يتوقف عندها زمان أو مكان. يعني إحنا نحب ناس إحنا ما شفناهاش، نحب ناس بعيدة عننا بمسافات، يعني بعيدة عننا بكتير. مشاعر الحب مشاعر راقية، مشاعر نبيلة، مشاعر أكبر من أن تنحصر في علاقة بين شاب وفتاة. الأمر الثاني إن أرقى وأعلى مراتب الحب هي الحب في الله ولله، لا من أجل مصلحة ولا من أجل شكل معين من الأشكال. الحب نتعلمه أو نراه في قول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: وما لي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. تصوري أن السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عشان بس شبابنا والكثير من الناس يتعلم الرقي في المشاعر الحلال، تقول عائشة رضي الله عنها: وما لي لا يغار مثلي على مثلك يا رسول الله. مشاعر الحب نتعلمها، لا يعني أنا زي ما قلت لحضرتك الموضوع مش منحصر في موضوع مشاعر الحب بين فتاة أو بين شاب وخلاص، لا، هناك حب الله، هناك حب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك حب الأخ لأخيه، هناك حب الأم، هناك حب الأب، يعني حب التعامل، حب الناس بصفة عامة. لأن يوم ينتهي الحب تقع البغضاء وتقع الشحناء وتقع الحروب ويقع الدمار في كل أنحاء الأرض. صح. طيب أستاذ خالد، دايما الشباب زي ما حضرتك كده قلت فاكرين أن الحب بيبقى ما بين شاب وشابة، وهو ده الحب، والهدايا بقى والكلام اللي هو ملهوش معنى أصلا للحب. عشان نتكلم أو عشان نوضح للمشاهدين عايزين نعرف ما هي حقيقة ومفهوم العلاقة الزوجية في ميزان الشريعة. العلاقة الزوجية يعني الزواج رباط وثيق، الزواج يعني هبة ربانية ومملكة إيمانية. الزوج في هذه المملكة ربانها الأول والمسير لشؤونها بما جعل الله له من قوام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، إلى آخر الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم حض على الزواج وبين الزواج، ويعني الزواج إذا توافرت فيه الأركان والشروط اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تصوري يا أستاذة مها إن الزواج مرتبط على الحب، على الحب وعلى المودة وعلى الرحمة، حتى وإن زال الحب بقيت المودة والرحمة، يعني حتى وإن زال الحب بقيت المودة والرحمة، لأن الأسرة هي القلعة الأولى في 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 نشأة المجتمع. الأسرة هي القلعة الأولى في نشأة المجتمع، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج رباط وثيق، وجعل العلاقة بين الرجل والمرأة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم أن الميل بين الرجل وبين المرأة ميل فطري لا ينتهي ولا ينفك عن النفس البشرية. لذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يهذب هذه المشاعر، ألا وهو الحب اللي احنا بنتكلم عنه واللي حضرتك بدأتي الحب الحلال، الحب الجميل. أيوة أيوة، ربنا سبحانه وتعالى بيقدم الحب ده في صورة نقية، في صورة راقية، في مشاعر نبيلة، ألا وهو الزواج. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أقر الزواج وبين الزواج. وعاوز أقول لحضرتك على حاجة، أن المودة والرحمة لازم أن تبقى في الزواج. إن انتفت المودة والرحمة بين الزوجين أصبحت العلاقة بين الزوج والزوجة كالجسد الميت، إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه، ودفنه هو الطلاق. لازم المودة والرحمة، يعني العلاقة تقوم على الحب وعلى المودة وعلى الرحمة، حتى يعني لا يرى كل فرد من الأفراد أو طرف من الأطراف، الزوج أو الزوجة، لا يرى نفسه في هذه العلاقة، يعني كل واحد يعني كأنها روح واحدة انبثقت في 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 جسده. يعني مش عاوز استطرد في الموضوع لأن الموضوع طويل. يعني واجب الزوجة، واجبات الزوجة نحو زوجها. واجبات الزوجة، الإسلام بين للزوجة حقوق تقابلها واجبات. يعني احنا واحنا بنتكلم عن واجبات الزوجة أو طاعة الزوجة أو المفروض اللي تعمله الزوجة نحو زوجها، برضو الخطاب للرجالة، يعني الخطاب للجنسين، للرجل أو للمرأة أو للزوج أو للزوجة. فاحنا إن كنا بنخاطب الزوجة، عشان بس بعض السيدات ما يحتدش علينا وقول أنت بتبين حقوق الزوج على زوجته وما بتبينش حقوق. هو أنا ليه بقول سوري يعني لقطع كلام حضرتك، ليه بقول الزوجة؟ لأن أنا كسيدة دايما بشوف الست في عيد الحب اللي أنا مش مقتنعة برضو بيه، اللي هي دايما ده أنا جوزي ما جابليش أنا، أو مين اللي جاله دي وأنا ما جاليش. طب أنت عملتي واجباتك عشان يجي اللحظة دي أو يعوضك بيها؟ هنوضح النقط. أنا يعني مش عاوز الكلام يبقى مفتوح، ولكن أنا هحدد واجبات الزوجة نحو زوجها في نقاط محددة. أول حاجة بتكلم عنها حسن الخلق وإحسان العشرة. حسن الخلق من الزوجة وإحسان العشرة، وكذلك من الزوج. يعني إذا كنا بنتكلم زي ما وضحت إن دي حقوق تقابلها واجبات. طيب، حسن الخلق وإحسان العشر، مهما كانت الزوجة جميلة أو مهما كانت الزوجة متعلمة، حتى لو نالت أرقى الشهادات، أو مهما كانت صاحبة عيلة وحسب ونسب، يعني لا ينتفع الزوج بهذا كله إلا إذا كانت الزوجة حسنة الخلق. دائما بمشاكل في المجتمع اللي بنقابلها أو ناس بتتكلم عنها، إن زوجة صوتها عالي، إن زوجها بتتكلم بألفاظ لا تجوز، إن بتتعامل مع زوجها بحتة الأنا أو بحتة الاستعلاء أو بحتة الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، بيقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وصدقيني يا أستاذة مها، مهما كانت الزوجة، حتى لو كانت جميلة، حتى لو نالت أرقى الشهادات، حتى لو كانت من عيلة كبيرة، يعني زي ما بقولوا صاحبة حسب ونسب، يعني وكانت سيئة الخلق، يعني كل ده لا يساوي شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا في مواطن ومواضع عديدة إن حسن الخلق هو درجة عالية، يعني كدرجة الصائم القائم، فما بالك إذا كان حسن الخلق مع الزوج. والأيام دول، الأيام دول، يعني قد يكون الزوج النهاردة غني، بكرة يصبح فقير، وقد يكون قوي، قد ينتابه مثلا مرض أو نحوه، فقد يتبدل الحال. فما كانتش الزوجة حسنة الخلق وتتعامل مع الزوج بحسن الخلق وإحسان العشرة، يبقى مش هتقام العلاقة. الأمر الثاني،
العون على طاعة الله جل وعلا. كتير من الأزواج بتبص لغيرها، بمعنى إن مثلا بتبص لجارتها، بتبص لأختها، بتبص لحد لصاحبتها، وده بيهدم البيوت. يعني أنت ارضي بما وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الرضا والقناعة ده من أهم واجبات الزوجة ناحية زوجها، الرضا والقناعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعني تذكري لزوجك ان هو في يوم من الايام كان صحيح، تذكري في زوجك ان هو كان في يوم من الايام كان قوي، تذكري في زوجك ان هو ما بخلش عليك ايام غناه وايام ما كان معاه، فانت ارضي بما قسم الله لك. يعني لازم الرضا بما قسم الله لك. الامر الثالث اللي عاوز اتكلم فيه من حقوق وواجبات الزوجه ناحيه زوجها ثقافه الاعتذار، ودي موضوع مهم جدا او نقطه مهمه جدا جدا جدا، لأن كتير من الزوجات إحنا مش معصومين من الخطأ. يعني قد أقع أنا في خطأ، وقد تقع زوجتي في خطأ، أو قد يقع أي زوج وأي زوجة في خطأ. فثقافة الاعتذار إحنا فقدناها في هذه الأيام للأسف الشديد. كل طرف عنده كبر، وكل طرف عنده كبر، ده هو اللي زعلني الأول، ده أنا اللي زعلته الأول، لا ده لازم هو اللي يعتذر، لازم لا أنا ما اعتذرش. لا، حتة الأنا دي المفروض تزول بين الزوجين. الأمر المهم جدا في الاعتذار إن الزوجة لما تيجي تعتذر ما تعتذرش بكبر واستعلاء. يعني هي ممكن تكون راح تعتذر عشان بس يعني إيه تقول إن إحنا نعدي الموقف، أو يلا اعتذر لك والسلام. أيوة. فيستشعر الزوج إن يعني إن هي مش بتعامله بكبر، بتعامله باستعلاء، فيزداد غضبه ويزداد الزعل وتزداد الهوة بين الزوجين. فلازم الزوجة تكون عندها ثقافة الاعتذار. الأمر الرابع اللي أنا عاوز أتكلم فيه من حقوق وواجبات الزوجة ناحية زوجها إكرام أهل الزوج، ودي برضو من الحاجات المهمة جدا جدا جدا. وأنا بقول لي برضو للزوج إكرام أهل الزوجة، يعني قد تختلف مع زوجك لكن يعني ما تبينيش ده لأهله، تكرمي أهله، لأن أنت أما تكرمي أهله هتبقى بتكرمي زوجك نفسه. وطبعا مش من حق الزوج أيا كان إن هو يهين أهل زوجته. يعني عشان برضو نتكلم احنا خلينا نقول إن احنا الكلام بنقوله واجبات الزوجة وأيضا الزوج، يعني نعم من نعم ناحية نعم الأهل. الكلام للطرفين الكلام للطرفين. فإكرام أهل الزوجة ده مهم جدا جدا جدا. قد أختلف مع زوجتي لكن يعني إيه ذنب أهلها؟ إيه ذنب إن الخلاف اللي يبقى بيني وبين زوجتي إن أنا أطلعه بره؟ برضو من الأمور المهمة جدا التزين للزوج، لأن بعض الزوجات وده يعني مشاكل في المجتمع، مش إحنا بننظر من منظور سلبي، لا إحنا بنقول من واقع، إحنا مشاكل بتجيلنا ومشاكل إحنا بنحضرها. إن موضوع التزين الزوجة بمجرد ما تمر السنة الأولى أو السنة الثانية، ولذلك في انحرافات كتير في المجتمع، مجرد كأنها خلاص ضمنت إن هي اتجوزت خلاص مش مشكلة الزوج. خدت نصيبي. فخلاص مش مشكلة بقى، يعني إيه تهمل في نفسها أو يعني ما تهتمش بنفسها، ودي مشاكل واقعة في المجتمع كتيرة. يعني فطبعا ده يعني الزوج يعني مش هيستشعر الـ 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 الأنوثة أو المنظر اللي هو شافه في زوجته وهو رايح يخطبها أو هو رايح يتجوزها. فطبعا ده يعني لو رجل ضعيف الإيمان هينصرف عن البيت تماما وهيحصل خلل. يعني مش عاوز استطرد في الحقوق، لكن الحقوق كتيرة يعني. طيب. والكلام للطرفين. طيب خلينا في نقطة من ضمن الواجبات، حضرتك ذكرت ان المفروض الزوج او الزوجة مهما يحصل ما بينهم داخل بيتهم الاهل ما لهمش ذنب. طيب هل طاعة الزوج طاعة مطلقة ومقدمة على طاعة الوالدين؟ سؤال جميل. طاعة الزوج ما لم تكن في معصية الله جل وعلا فهي طاعة مطلقة. ما لم تكن في معصية الله، يعني اذا الزوج امر زوجته بمعصية لا تطيعه، لا تطيع، وهي بذلك طائعة لله جل وعلا. يعني بمعنى إذا الزوج أمر زوجته بأي معصية من المعاصي فلا تطيعه، لأن طاعة الله مقدمة على أي طاعة، وهي بذلك إن عصت زوجها حينما يأمرها بمعصية فهي طائعة لله جل وعلا.
اي نعم تطيع الزوج كل، وعاوز اقول برضو للزوج ما يتعندش ويصدر الاوامر من اعلى، يعني على الزوج ان هو يختار، ما يعني ما احنا بنقول زي ما قلت حقوق تقابلها واجبات، يعني الزوج عليه ان هو يختار الوقت اللي يكلم فيه زوجته او يؤمر فيه زوجته او يقول لها على شيء معين من الاشياء، ما يختارش الوقت اللي الزوجه فيه غضبانه، ما يختارش الوقت اللي الزوجه فيه يعني متغيره، اللي هو فيه باب مفتوح للشيطان. ايوه مش انا اختار ابقى متعنت، واصل مش موضوع مش عناد ونديه، مش انت غضبانه انا اصدر لك اوامر افعلي كذا وافعلي كذا، واحذر كل زوج من موضوع استعمال سيف الطلاق، اذا ما عملتيش كذا تبقى طالق. طيب اذا كان الزوج يعني رجل يخاف ربنا سبحانه وتعالى ورجل تقي ورجل صاحب مبدا ورجل عاقل، فعلى الزوجة أن هي تطيعه إن لم يكن في معصية الله جل وعلا، فطاعة يعني عن طاعة أبوها. ممكن حضرتك كنت لسه أقول لحضرتك، يعني أنا مثلا محطوطة ما بين والدي وزوجي مثلا، وليكن أن الوالد أو الأم مثلا طلبت من البنت حاجة والزوج قال لا، في اللحظة دي بيبقى خلاص لا، ولا ممكن يبقى فيها كلام تاني؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقطع وبيجيب على سؤال حضرتك، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما سألته السيدة عائشة أي الناس أعظم حقا على المرأة، فقال زوجها. أي الناس أعظم حقا على المرأة، فقال زوجها. فقالت له أي الناس أعظم حقا على الرجل، قال أمه. قال أمه. يبقى طاعة الزوج مقدمة عن طاعة الوالدين، طاعة الزوج مقدمة عن طاعة الوالدين، بمعنى ان لو زوجها امرها بشيء وابوها او امها امرتها بشيء فطاعة الزوج ما لم تكن في معصية، عشان بس ما حدش ياخد الكلام علينا، ما لم تكن في معصية فطاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. لكن مش من حقي ابدا إن اختلفت مع زوجتي إن مثلا أمنعها تروح أو من زيارة، لأن ده قطع لصلة الرحم، ده قطع لصلة الرحم. والرجل العاقل فضلا عن المسلم لا يقطع صلة رحم، الرجل العاقل فضلا عن المسلم لا يقطع صلة رحم أبدا. فأنا قد أختلف مع زوجتي أو قد أختلف مع أقاربها وأمنعهم إن هم يجي بيتي، لكن ليس من حقي أبدا يمنع البنت إن يمنع الزوجة من زيارة أهلها، لأن ده يعني قطع لصلة الأرحام. أكرر تاني وبقول إن طاعة الزوج طاعة مطلقة ما لم تكن في معصية الله جل وعلا. الأمر التاني طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين. طيب حكم الشرع في معصية الزوج لزوجها؟ والله السؤال يعني زي ما بقوله مطاط، بمعنى هي آثمة، يعني هي مذنبة طبعا. أي زوجة تعصي زوجها في غير معصية الله، وأنا بكرر النقطة دي لأن الموضوع مش مطلق، يعني يأمر قد يأمرها الزوج بمعصية، يعني قد يأمرها الزوج بمعصية، فهي مش واجب عليها الطاعة، ده هي واجب عليها أن هي تعصيه في معصية ربنا سبحانه وتعالى. إذا كان بيأمرها بحاجة حرام واجب على الزوجة أن هي تعصيه، ومعصيتها لزوجها طاعة لله جل وعلا بدون ذنب. بدون ذنب. الأمر الثاني زي ما قلت لحضرتك، مش عاوز الزوج يكون متعنت، يعني بمعنى يعني إن خلاص هي هتطعني، واحد ياخد كلامي دلوقتي ويقول لك لا ده الأستاذ فلان قال كذا أو أنا سمعت في التلفزيون كذا، لا يعني الموضوع مش موضوع، يعني فيه قيود وفيه شروط، أنت ما تختارش وقت التعنت وتتعنت في وتسلط سيف الطلاق زي ما قلت، اعملي كذا افعلي كذا، ما تعاملش زوجتك كأنها أمة من الإماء، لا يعني هي يعني ده ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. فيعني اذا عصت زوجها في غير معصية الله جل وعلا فهي آثمة ومذنبة، لان طاعة الزوج واجبة. طيب حكم الزوجة اللي بتطيع زوجها عند ربنا ايه؟ يعني أنا هكتفي بذكر حديث واحد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت زوجها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أبواب الجنة حيث شئت.
ادخلي من أبواب الجنة حيث شئت. يعني إذا المرأة أو الزوجة صلت، حافظت على الصلاة، حافظت على صيام رمضان، يعني حافظت. وأود أن أنا أبين نقطة هنا برضو من طاعة المرأة لزوجها ألا تصوم النافلة إلا بإذن. يعني إذا كان في صيام تطوع، صيام الفرض ده واجب، ما فيش فيه، لكن يومها صومه في وسط أيوة. الأيام لازم يكون جوزي نعم. موافق عليه. نعم نعم. فإذا صلت المرأة حافظت على صلاتها، حافظت على الخمس صلوات الخمس فروض، وصامت شهر رمضان، وحفظت نفسها عن الحرام، وأطاعت زوجها، ربنا سبحانه وتعالى ينادي عليها يوم القيامة ويقول لها: من أي أبواب الجنة شئت فادخلي. اللهم وعدي. يعني فمفيش تكريم بعد هذا التكريم، يعني ومفيش مكانة بعد هذه المكانة. ربنا يجعلنا من أهل الجنة. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذ خالد، حبت نصائح كتير كده للسيدات اللي بتعتمد ما تطيعش زوجها، لأن احنا طبعا في الفترة يعني للأسف كتر فيها الطلاق وكتر فيها المشاكل الزوجية. نصائح حضرتك للزوجة اللي ممكن تكون بتفضل أهل بيتها على زوجها. والله نصائح كتير قوي، خصوصا ان مشاكل الطلاق وخراب البيوت كترت قوي قوي قوي. اللهم عافينا. وللاسف الشديد في الاعمار الصغيره، يعني متجوز بقاله سنه، متجوز بقاله سنتين، تيجي تبص خلاص يعني الموضوع انتهى وكل واحد راح لحاله، ودي مشاكل كترت واروقه المحاكم مليانه بمشاكل، حاكم الاسره مليانه بمشاكل الطلاق، ودي الاسباب كتيره جدا جدا جدا. لأن النهاردة حتى الأم مش بتنصح بنتها اللي راح تتجوز أو مقبلة على الزواج، والنهاردة الشباب أو الفتيات مفكرة أن الموضوع موضوع علاقة حب زي ما احنا قلنا في الأول، وده بديب ومش عارف إيه، وفي الآخر تكتشف أن الحياة الزوجية غير كده خالص. زي ما قلت، الحياة الزوجية حقوق تقابلها واجبات، تبقى عارفة أن هي هتنشئ أسرة، تبقى عارفة أن في حقوق زوج، تبقى عارفة أن هي مسؤولة عن تربية أبناء، يعني دي مسؤولية مشتركة على فكرة، دي من واجبات الزوج. في حياة هتتعرض لمواقف، فالزواج مش بالشكل الهين أو يعني أو طرحة فستان أبيض وبعد كده تصطدم بالواقع. لا، الزواج يعني إنشاء أسرة، يعني قلعة من قلاع المجتمع، يعني حياة جديدة خالص. فأنصح كل المقبلين على الزواج أو كل زوجة إن هي تلتزم بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لأن منهج ربنا بيضمن السعادة والريادة وبيضمن كل شيء جميل للأزواج. وإحنا لو ابتعدنا عن المنهج يعني بيحصل الطلاق والفرقة والعياذ بالله. أعوذ بالله. يعني أنا مبسوطة جدا إن حضرتك أولا قبلت دعوتنا وبقيت معانا في برنامجنا. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. اتشرفنا بوجودك يا أستاذ خالد. أنا اللي سعيد بوجودي معاكم النهاردة، وسعيد بوجودي في قناة الصحة والجمال. للأسف وقت حلقتنا خلص. أتمنى أن نكون قدرنا نقول لكل زوج وزوجة إيه هو مفهوم الحب، وإيه هو مفهوم الحب ما بين علاقة زوجية ناجحة إن شاء الله. أتمنى نكون قدرنا نفيدكم، وأتمنى أن كل نصائح الأستاذ خالد وضيفي قالها لكم ياريت نعمل بيها. إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.